مصطفى رجل احلامي يكون رجل، رجل احلامي لازم يكون رجل، يعني يكون سند، دي اهم حاجه عندي. اي حاجه تانية بقى مش مهمه، يكون فعلا سند، يا اما ملوش لازمه في الحياه. اهم صفه انت مش عايزاها فيه. انت طالع معايا في الانترفيو، ايزي جميل. اسمك ايه يا عسل؟ اهم صفه مش عايزاك ما تكونش فيه، ما تكونش فيه اكيد، ما يكونش منسون. يعني راجل يبقى راجل بقى، خليه في حاله، ما يدخلش. ما يكونش كذاب طبعا، ما يكونش بخيل، ما يكونش دمه تقيل. عايزة يضحكك يعني؟ طبعا عايزة يضحكني جدا. انهي ضحكة؟ الضحكة اللي انت قصدك عليها، اللي انت بتضحكيها دي. طيب الناس ما بين ياسمين عز وما بين رضوى الشربيني تايهين. اه انت بقى في اي جبهة؟ يعني ياسمين عز جوزك تجرسك وحماتك دي امك ولازم تعملي لها كل حاجه، ورضوى الشربيني ابو جوزك لابو اللي خلفوه وعيشي حياتك والناس تايهه معاه. لا يعني ما فيش حاجه اسمها يعني ولا ده ولا ده. اه يعني زي ما قلت لك، هو ممكن الواحد يتحط في موقف يلاقي نفسه بيتصرف تصرف معين ما كانش في دماغه، ف حسب يعني. بين ياسمين عز ورضوى الشربيني. أيوة. ياسمين صبري. الله. اشجع ياسمين صبري. حلو ده. انت بنت، انت كده في نفسك جميله. يعني انت مره بتحبي ايه في ياسمين صبري فعلا؟ قمر، ان هي قمر ما شاء الله، و يعني مشرفه كده ما شاء الله. عظمه كده، فخر الصناعه المصريه. زيك والله ما شاء الله حبيبي.